بعد ما يخلص كل شيء بتقدروا تلونوه بالالوان اللي تحبوها. هلا هون في قوالب، ما بعرف اذا مبينه، بس قوالب بلاستيك مشان تحطوا فيها العجينه او الدبس. هلا مثلا اخترت انا هي صبه. اوكي عم نصب، انا كثير بنحاول نوزعها كويس مشان نعبي الفراغات، لاني اذا ما تعبت الفراغات كلياتها ما كثير بتصير حلوه. بعد ما خلصنا الصب بنجيب البيبيس، اي نوع بيبيس بتحبوا، بعدين بنحطهم بالقالب. هلا بنتركهم لبين ما ينشفوا. على فكره معلومه صغيره، انا كنت مساويه واحدة من قبل وهيك النتيجة بعد التلوين. انتظرونا بالجزء الثاني مشان نفرجيكم شلون تطلع. اخر شيء بعد ما ينشفوا بنشيلهم هيك بالبيبيس، بنعود نحط لهم مغناطيس مثل هذا، تقصوه بالمقص، هو هذا المغناطيس بيجي معه، تقصوه بالمقص تحطوهم اوكي ومنلونهم. اوكي بعدين يعني بنلونهم وهيك تكون النتيجة النهائية مثل هاي ان شاء الله.